أهلا بكم من جديد. بعد تأجيل دخل قانون المالية والميزانية لسنة 2019 إلى قاعة الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشته، ومع ما تظهره الحكومة من أن هذه الميزانية وقانون المالية الجديد سيحدد خياراتها وتوجهاتها المستقبلية نحو تحسين الوضع الاقتصادي، فإنهما لقيا أيضا نقد من نواب ومن خبراء اقتصاديين، وبطبيعة الحال ناولت الصحافة بكثير من التحليل والأطناب. حقائق أونلاين نشرت كامل تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2019، وقالت إنه مشروع القانون اللي صادق عليه مجلس الوزراء نهار 10 أكتوبر 2018 ربط إزداء الخدمات الإدارية المتعلقة بالتعريف بالإمضاء من قبل السلطة البلدية وبالتسجيل بالقباضات المالية للعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات والأصول التجارية والعربات بالتنصيص صراحة ضمن هذه العقود على مراجع راجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية. الصباح نيوز نقل التصريح منجر رحوي من صفاقس اللي قال مشروع ميزانية 2019 ميزانية انتخابية وليست ميزانية إنقاذ، وقالت إنه الرحوي اعتبر مشروع قانون المالية لهذه السنة ميزانية انتخابية ومنتوج سياسة الحكومة والائتلاف الحاكم للسنوات الماضية وليست ميزانية إقلاع اقتصادي. ودعا رئيس لجنة المالية في نص المقال إلى ضرورة إجراء تعديلات على مشروع قانون المالية لهذه السنة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، وذلك من خلال التحكم في الميزان الاقتصادي والعجز التجاري وعدم إثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بضرائب إضافية. الصباح تكتب مقال حول بنك الجهات اللي تم التنصيص عليه في الفصل 25 من مشروع قانون المالية بعنوان ورد ضمن مشروع قانون المالية بنك الجهات يثير جدلا حول الجدوى الاقتصادية، وأشارت زادة في مقال آخر إلى الإجراءات اللي ضمنها مشروع قانون المالية 2019 إعفاء من دفع الزبلة والخروبة وخطايا التأخير وتخفيض القيمة المضافة على خدمات الإنترنت لسنة 2019. في الشروق نقرأ مقال بعنوان يبدأ البرلمان في مناقشته الأسبوع القادم الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية والمتمثلة في دفع الاستثمار والنمو، مضاعفة اعتمادات التنمية وتوسيع القاعدة الجبائية. بقلم هيثم الزقلي جريدة المغرب تكتب مع تواصل مناقشة أبواب ميزانية 2019 بالرغم من الترفيع في ميزانيات الوزارات مقارنة بسنة 2018 إلا أنها غير كافية. المغرب تكتب مقال آخر تقول فيه مجلس نواب الشعب يعقد جلسات عامة لمناقشة قوانين المالية لسنة 2019، وذكرت إنه أشغال مجلس نواب الشعب تنحصر خلال هذا الأسبوع في مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 سواء صلب الجلسة العامة أو اللجان القارة. تزامناً مع الإضراب العام أساريح أونلاين كتبت الشاهد يطالب بتأجيل الجلسة العامة المخصصة لمشروع قانون المالية. أنيس، وأنت صحفي وأكاديمي متخصص في الاقتصاد، كيفاش قريتوا هذا قانون المالية والميزانية بشكل عام؟ والله هو قانون مالية يعني فيه بعض الأحكام الهامة، فما بعض الأحكام ربما اللي تستدعي نوع من النقد، هناك أحكام أخرى يجب أن تتقرأ في إطار العام اللي جاء فيه، نحن على أبواب سنة انتخابية وهذا هام برشا، هل هناك أحكام تتوجه في هذا الاتجاه؟ نعم بطبيعة الحال. الإشكال الذي يبقى هو إشكال الإنفاق العام. اليوم قانون مالية ارتفع إلى ميزانية في حدود 40 ألف مليون دينار أو أكثر،
نسبة الباب الأول أو ما يسمى بمصاريف التسيير مرتفعة جدا في حدود 25,000 مليون دينار، ولكن نسبة نفقات التنمية تبقى ضعيفة وضعيفة جدا في حدود 6,000 مليون دينار، أي ب 300 مليون دينار ارتفاع مقارنة ب 2017، وهذا في دولة ربما تحاول باش تعمل نمو أكثر من 2.8 وتذكر باش تعمل 3.1، معنى هذه النسبة اللي نحبوا نوصلوا لها في 2019، فإنه ضعيف وضعيف جدا. الإشكال الآخر هناك تدين كبير. فما تدين كبير، نذكركم أنه في قانون المالية هذية يلزمنا نرجعوا 9,000 مليون دينار ونتسلفوا في نفس العام 10,000 مليون دينار، وهو رقم مفزيع. رقم مفزيع داخل فيه برشا اعتبارات، داخل فيه المحروقات، الحمد لله الآن هناك انخفاض في باريل البترول، ولهنا دعوة إلى الحكومة باش تخدم على الأمر هذايا، لأن الباريل البترول خدموا عليه 75 دولار يوم الباريل يمشي ب 64 دولار، فهذا ربما ينقص من دعم المحروقات. ولكن عموما يمكن الأمر الطيب أيضا على المستوى الجبائي أنه لم يقرر ارتفاع على مستوى الجباية، بل بالعكس في غضون 2021 العديد من الشركات باش تشوف الضريبة على الأداء معناها على الشركات سينخفض من 25 ل 13.5%، وهذا هام وهام جدا بطبيعة الحال. تقول لي كيفاش الحكومة عملت هكا؟ هي كانت مضطرة لأنه الاتحاد الأوروبي هو اللي فرض عليها الأمر هذايا باش نخرجوا من القائمات السوداء هذه اللي نعرفوها. وهناك أيضا في تقديري أحكام شعبوية للحكومة داخلة في إطار انتخابات، وهي مثلا التقليل في جباية السيارات الشعبية، وهذا ربما معناها حكم شعبوي أكثر منه حاجة أخرى. هل لهذا ربما يعني صباح نيوز جيب تصريح للمنجر الرحوي المعروف أنه هو رئيس اللجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب، ويقول فيه بصريح العبارة على أنه هذه الميزانية هي ميزانية انتخابية وليست للإنقاذ. إذن احنا مش ماشيين بحجة نظره بطبيعة الحال مش ماشيين للإنقاذ والإصلاح، لأنه مشاكلنا عويصة وكبيرة جدا إلى حد وأنه هذه الميزانية القادمة، ونتذكر أن يوسف الشاهد قال المعاناة باش تكون تقريبا والتضحيات في 2018-2019 باش تحسن الظروف. هل باش تحسن الظروف؟ أنا أعتقد أنه الظروف مش تقعد على ما هي عليه للأسف، هذا تقديري معناها، لأنه اليوم زاد السؤال المطروح سعيد باش منحملوش زاد الحكومة أكثر ما لا طاقة لها به، هل للحكومة من الإمكانية أنها تغير الأمور وتحلحل الأمور في غياب ربما في إطار أزمة سياسية خانقة بين الرؤساء معناها متاع الجمهورية ورئيس الحكومة، في إطار ربما لعبة سياسية قاعدة تلقي بظلالها وبظلال سلبية جدا على الواقع الاقتصادي، هذا الكل ربما يخلي وأن هناك ارتباك على مستوى الإدارة. لازم نحكي على الإدارة زاد سعيد، ما نساوش الإدارة، لأنه شكون اليوم قاعد ينفذ لك في القوانين نتاع الدولة المالية والاقتصادية؟ هي أساسا الإدارة. فعندما تكون الإدارة هي بيدها وجبت لها وزير، نحيت لها وزير، رجع لها وزير، جيب لها كاتب دولة، نحي هالوزارة هذية معناها شطبها، حط الوزارة الأخرى مع الوزارة الأخرى، فالإرباك هذية ماهوش معناها في تقديري من النتائج نتاعه تنجم كانت تكون سلبية. طارق، من بين ربما ما جاء به قانون المالية الجديد هو مسألة مشروع يتعلق ببنك الجهات. بنك الجهات الغاية منه هو بطبيعة الحال دفع التنمية في المناطق الحدودية ومناطق داخلية. هل اتحاد الشغل والطبقة العاملة بشكل عام تتفاهم في كونه هذا شيء ربما فعلا يجيب نتائج إيجابية؟ أول حاجة مش الاتحاد الشغل، دعك من اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف رفض واعتبرها شعبوية. يعني إذا كان الناس اللي موجهت لها مستفيدة البنك هذايا تعتبره إجراء شعبوي، ما قالتوش بصريح العبارة، ولكن قالت راه من كان ينجم يكون خير وما عنده حتى لزمة. فما بالك بالمواطن البسيط في الجهة، هذا الواعي بيعرف معطيات اتحاد الصناعة، واتحاد الصناعة لديه من الكفاءة ومن القدرة أنه يحكم بشكل جيد على إجراء من الإجراءات خاصة اللي يهمه. نعم. فإذن بالنسبة لي أنا ولعموم الشعب التونسي هذايا قرار انتخابي.
ما هوش إجراء انتخابي. هل نستطيع أن نتحدث عن عموم الشعب التونسي بتبعي؟ هذا نقول لك عليه، لأن عموم الشعب التونسي يقرأ الميزانية يلقى شرح أسباب خلق رو شيء هذا، رو ما هوش بنك جديد، رو تعويض لبنك قديم اللي هو شو اسمه بنك بي اف بي ام، يعني أحداث وهو ليس أحداث، هو تعويض خلق، يعني ثم حافظة مالية عبء كبير على البنك هذه، ديون متخلدة، شقع فصل، واللي كان يمول مش يعطوها المهمة هذه للصندوق الجديد. أنيس هل الأمر بهذا الشكل؟ أنا أعتقد أختلف تماماً مع هكا هو شرح الأسباب. أنا مش يهمنيش في أما يا طارق أختلف معك، باش نقول لك علاش. هي الحكومة قالت هكا مش أنا رأيي، هي شرح الأسباب من خلال قراءات على كل حال، هي قراءات في النهاية. اليوم عندنا مشكل كبير سعيد يلزمنا نقولوه على المستوى الاقتصادي، وأنه تمويل الاقتصاد وقف. تمويل بطبيعة الحال سنعود إلى تمويل الاقتصاد اليوم واقف. علاش؟ لأنه هناك شح في السيولة، والفلوس اللي تأخذ فيها البنوك من عند البنك المركزي وفي الإطار معناها المنظم لا تكفي إلى تمويل كل الاقتصاد. فما زوز بنوك عنا اليوم عمومية، لكن السعة متاعها قليلة ياسر، هي صندوق هو البنك التونسي للتضامن والبي اف بي ام اللي كان يحكي عليه البنك تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطة. إذا لو كان البنك التونسي للتضامن قاعد يخدم، ولكن الأموال اللي يعطي فيها لتمويل الاقتصاد وخاصة الشركات الصغرى المتوسطة والباعثين الصغار محدودة جدا، لأنه يمول في حدود إلى حد أنه ورط كثير من الشباب اللي لا لم يورط، هو بالعكس هو لا لا هو قاعد يخدم، لأنه هو قاعد يخدم من خلال شهادات شفناها. لا 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 مغالطات، لا أتفق، وهذه مغالطات الحقيقة، فما خدمة كبيرة قاعد يخدم فيها، لكن ما ينجمش يمشي أكثر من 150 ألف دينار. البنك الآخر العمومي اللي خلقوه ربما باش يحاول يمول الاقتصاد هو البنك التمويل المؤسسات الصغرى المتوسطة. البنك هذا اليوم عبارة على سراب، لا يوجد ما يكون في حتى مهمة. فالباعث اللي باش يخدم الخدمة هذه الاعتبارات معينة، قعد قداش من عام من غير رئيس مدير عام. اليوم ما نسمع على حتى عملية اتعملت على مستوى معناها هذا البنك. فشنو كان ربما الإجراء؟ الإجراء وهذه معناها مش جديدة يا طارق، معناها البنك الجهات فكرة مسنودة معناها من العديد من المانحين الدوليين، نحكي على المان من الجيزات، ونحكي على العديد معناها لايف دي لاجونس فرانسيز دو ديفلوبمون وغيره معناها من المانحين. شو يقول لك؟ يقول لك على مستوى الحوكمة، أنا كي نلقى بنك على مستوى الجهات تاخذ الخصوصية متاع الجهة، سيدي بوزيد ماهيش القصرين ماهيش الكاف، ونحاول نخدم على إطار تمويل الاقتصاد بالخصوصية متاع الجهة هذيك. تنجم تقول لي أنت في إطار حملة انتخابية يا سيدي باهي يا خويا مرحبا، إذا لو كان في إطار حملة انتخابية أنا مش نخلق بنك جهات باش يحاول يعطي فلوس للممولين الشبان وينجموا يخدموا على رواحهم، يا سيدي صحة وفرحة ما يسالش، مشينا بالثنية الباهية. باش يكون عدد محدود جدا، ما هو زاد سامحني أنيس أنا ما نحبش نقاطع. طيب كمل سامحني. الحكومات أعظم الحكومات أغلب الحكومات اللي توالت على الحكم فيما بعد الثورة كلها تحدثت في هذا الاتجاه، ولكن ما ثماش نتائج. تفاعلنا معه اولا العدد انا قصيت عليه راهو هذاك علاش. طيب ناخذ رايك نمشي لكمال بعد اذن سي كمال. تفاعلا اولا 400 مليون دينار رقم ضئيل جدا لاحياء تنميه جهويه، ما يبنولكش كياسره، تبدا واضحه للامور وجهات تقول لي انا باش نمول افتقار شديد نمول. يعني لكل انا سيدي تمويلات الدنيا، وهذه علاش انا حكيت بكري دفعت شويه على بنك التضامن. تمويلات الدنيا لن تجي نفعا اذا كان ما ثماش دراسه السوق. اخي انا تجي تعطيني مشروع تكنولوجيا ميت ما عندوش افق، ما درستلوش تسويق، ما درستلوش ما بعد التسويق، وتحبني ننجح صفد سوا مهما تعطيني من اموال سافشل، لان يلزم دراسة معرفة طبيعة تكوين الناس فيها. اليوم معروفة الحوايج اللي تمشي والحوايج ما تمشيش، لا توجد دراسات أو توجد دراسات قديمة يقع معناها تحيينها من حين إلى آخر وليست بازي. ثانيا ثم رقم خطير جدا ونتصور أنيس يعرفه، 20,000 مؤسسة تخرج من الاقتصاد سنويا، تدخل ما تلقاش روحها، تفلس وتعلن إلغائه وتسكر البتين. هذه أرقام رسمية. عندنا 640 ألف مؤسسة صغرى وصغيرة الحجم، منهم 20 ألف سنويا، يعني في السبع سنين عندك 140 ألف مؤسسة صغرى
خرجت من السوق، وهذا رقم افهم انت انعكاساته، والسيد نفس العدد تقريبا. لا نحكي لك انا، مش نحكي لك انا على الخروج كمان، ربما لسبب يقال انه هذه الميزانيات لا تقررها ولا تضعها خبراء ومتخصصين بقدر ما هم يضعها مستشارون لرئيس الحكومة والوزارات. والله يعطيك الصحة، لأن من أول مرة باش نعمل ملاحظة، وبعد عندي أربع نقاط باش نشير لهم بأسلوب برقي. الملاحظة الأولى اللي حبيت نقولها وباش نتكلم صراحة أكثر باش الناس يتبعونا وما نقلقهمش، هي أنه عندنا على الأقل 8 سنوات هي الظاهرة كانت موجودة قبل الثورة، استفحلت ظاهرة المعارك الإيديولوجية والأحزاب وحتى النقابات واليمين واليسار يعملوا دراسات ويجيبوا 200 خبير. هذا وقع قبل انتخابات 2011 بالنسبة للترويكا، جابوا مئات الخبراء الاقتصاديين وقالوا عندنا برامج باش نوفروا 500 ألف مواطن شغل و 400 ألف مواطن شغل، لكن وقت التعيين وقع تعيين أشخاص لاعتبارات الولاء وليس للكفاءة في المواقع الكل، من قرطاج إلى القصبة إلى الإدارات. هم من بيدهم تعملوا نقد ذاتي يقول لك غلطنا في هذا، جبنا المناضلين مش الخبراء. في 2014 جات جبهة ضد الكتلة هذه وضد النهضة وضد الترويك، وقالوا عندنا برامج متاع أربع حكومات، وبعد في التعيينات كيف كيف تعين أولاد المرسى أولاد كذا أولاد الولاء قبل الكفاءة. هذه مشكلة لازم تفهم. يزينا من والباجي قائد السبسي يتحدث عن برنامج اقتصادي دوخ. أي الكل قالوا، الكل وحمد الجبالي الكل يخدم أربع حكومات. هذا الكل قالوا، زعماء كل التيارات يمينا ويسارا وخبراء اللي كانوا في النداء من من اليسار الجامعي كبار ياسر. نعرفهم بعد ذلك مشاو شراو كيران قدم نتاع فرنسا وجابوهم لنا وحلوهم وحلونا فيهم. فاليوم يزينا من أولويات الإيديولوجية والحزبية ونفكروا في المستقبل، مش بالكولبابيليتي ولكن بالنقد الذاتي ونقدمه، هذه ضرورة وفي هذا الاتحاد عنده الحق. نقطة أخرى، راهو ثم إذا الجيب منقوب مهما كانت الفلوس اللي تدخل، نحن في المؤتمرات الدولية برشا بصفتي الثانية الأكاديمية وكذا يقولون إذا أنتوا راهو ممكن كنا نعمل لكم بلان مارشال كما عملنا للدول اللي خرجت من الحرب العالمية الثانية والدول اللي خرجت من الاشتراكية والمعسكر الشرقي بعد سقوط جدار برلين، لكن ناقصكم أربع حاجات: نو فيجن مش رؤية. سياسيين تاع تيك تاك، اعطيني ونعطيك، وكثير منهم ليس لهم كفاءة. طيب والثانية؟ الثانية ما ثمش شفافية، راهم عندكم رشوة كبيرة جيب منقوم. نعم، وأنا مش نذكر مثال أنه تركيا في 2001 كانت مصرفة 130 دوليا، اليوم مصرفة 13 لأشياء كثيرة. ترك الشعب التركي المحلي يخدم نامتا عنده صناعة كبيرة، لكن كل التقارير الدولية يقولوا على الأقل نسبة الرشوة نقصت 90%. ونذكر كان هنا نذكر رئيس الألماني لما زار تونس في 2015 قال هذا الكلام مباشرة، يعني أنا الاستثمارات ما يمكنش تدخل تونس الرشوة بسبب الفساد. معناها النقطة الأولى با دو فيزيون، ما ثمش رؤية. الثانية الشفافية. الثالثة الغياب ضعف الإنتاجية. احنا قاعدين نخرج في دراسات على ارواحنا انه إنتاجية الموظف 8 دقائق والاخر، وهذا اشار له انيس نقطة صحيح ولو هم مبالغ فيه، لكن ثم ضعف. تمشي لدول عديدة اليوم تلقى في اوروبا وفي الشرق وفي الغرب ناس تشتغل من 7 نتاع الصباح ل 10 نتاع الليل، حتى في دول الخليج اللي نحن عندنا عليهم فكرة انهم تاع شيشة. نعم. امشي لدبي ولا الجدة ولا الدوحة ولا في اي يخدموا في ولا البحرين، ما قلوش فقط عمل. طيب خليني أسأل طارق في هذا الاتجاه، النقطة الأخيرة هي الأولويات. يجب نعمل أولويات. أنا يا أخي مليار عملوا تقريب في البيجي بتاع 2018 صيانة السيارات الوظيفية وتجديد السيارات الوظيفية. أنا عندي شكون جيراني، شكون هو عنده سيارة وظيفية بتاع 120 مليون والثانية ب 80 مليون وزوجته مديرة كيف كيف عندك كده. يا سيدي نعملوا عام ما نجددوش فيه السيارات الوظيفية، ونعملوا عام نقصوا فيه من مليار نهبطوا 500 مليون، وهذا متاع القرار متاع السيارة الشعبية الباهي هو نأجلوها عام آخر، نعطوا أولوية مثلاً. فاش باهي سيكون؟ ينجم يكون باهي سيكون. فاش باهي؟ لا إذا باهي إذا باش تضغط باش تجيب سيارة شعبية على حساب السيارات الكبيرة القطاع الغيار بتاعها برشا وتستهلك برشا وقود. لكن سيارة شعبية ماشية الناس اللي هي تغفق اليوم باش تزيدوا أنت عائلة أخرى مع العائلة نتاعو. سيدي أحمد نقول لك أقل شيء. وباش تزيد تنحيلوا في الأداءات تزيد تنقص أداءات على الدولة. يا سيدي هذا كلام؟ بكل حال أنا معاك على الأقل تأجيلها.
النقطة الأولوية الأولويات يا أخي حالة المستشفيات. العلاج اليوم بالنسبة للتونسي ولا كارثة. لا هو اللي تجبد قطاعات والتعليم في الحي العمراني الشمالي في الحي العمراني الشمالي وين ثم الإنصات وصارت قطر وتركيا والجامعة اللي ما عرفش البقعة هذيك بحالها الإنصات ولا ليكسو واتحاد ذعد والعربي 15 كلينيك بريفي طلع توا بعد الثورة في النصر خمسة وحظوظ قديمة كله تبنى. دعم للقطاع الخاص على حساب القطاع العمومي مئات المدارس الخاصة والعمومية قاعدة تطلع هذا دليل فلازم نعمل أولويات أنه هنا في النقطة الأخيرة حاب نقولها يا أخي هذا قبل انتخابات 2014 الكلفة بتاع المؤسسات العمومية الدولة تعطيها في 2 مليار في العام اليوم 6 مليار يلزمهم حل كفركة اتبغوا الوقيت إذا رابحة ما نخلوها ثم مؤسسات رابحة خلوها الأخرى شوف الأحد. طيب ألا يؤكد حقيقة أنه بعد الثورة وما فعله التوانسة أنه هزوا عرش نظام كامل ثم بعد تحتاج إلى قيادات استثنائية لم نرى هذه القيادات الاستثنائية والإجراءات الاستثنائية لا في الرئيس المرزوقي ولا في الرئيس السبسي ولا في رؤساء الحكومات ولا في اتحاد الشغل اللي المفروض في هذا وهنا أرجع طبعا للنقطة اللي أثرتها كمال في أنه اتحاد الشغل بهذا الوزن اللي عنده الثقة الجماهيري والقاعدي لا يمكن أنه يركز في الضغط على الحكومة في أنها تحارب الفساد ويأتي بأرقام ويأتي بأمثلة يحارب الفساد ويحاول التهريب ويحاول كذا أكثر مما أنه يطالب وكأن صرنا الآن كل الأطراف تحلم في الدولة أكثر مما أنه يتقدم لها هو في الحقيقة لا أنا أكاد أجزم أنه جميع التونسيين متفقين على محاربة الفساد ولكن اشتر التونسيين متمعشين منه وتنقول لك علاش اشتر التونسيين لأن أنا نعتبر الاقتصاد الموازي فساد إذن إذا كان اشتر الاقتصاد فساد فإنه بالضرورة اشتر العائدات اللي تحط في جيب التوانسة فاسدة ولكن إذا كان النية صادقة بالنسبة لاتحاد الشغل هو يقاوي هو يساهم في هذا الشيء أنا عندي اقتراح جملة واحدة نسمع اقتراح عندي اقتراح وقت لي العام الماضي في مايو وقت رئيس الحكومة أعلن عن بدء حملة الفساد اقترحت وكتبت هذا قلت نبدو نسكروا الأسواق الموازية في العاصمة اللي حاب يشري من الأسواق الموازية يمشي للجم ديجا انت جراند تونس في 4 ملايين ناحي الاسواق الموازيه في العاصمه وبعد في صفاقس في المدن الكبرى وبعد خلي لا بشويه بعد خلي اعمل منطقه حره في بن قردان ومنطقه حره في غرد دماء ومنطقه حره في باجه باش تنقص باش تنقص بنسبه 70% خاطر باش تقضي عليه 100% ما ثماش اما كل شيء كما قلت انت الناس كل تقول لك ضد الفساد وبعد يمشي باش يشري فريجيدير يلقاه في جراند سيرفاس ب 3 ملايين ويمشي المنصف بي يلقاه ب 800 دينار يشري من غادي بطبيعة الحال إذا أعود للعودة للإجابة نبدو على نسكروا نسكروا الأسواق الموازية في المدن الكبرى باختصار باش نعيد باش نرجع باختصار شديد باش نرجع لسؤالك الحكومة منذ 4 أو 5 سنوات يعني منذ الانتخابات لم تكن في حاجة إلى أي دعم أو حث الشعب التونسي عبر في أكثر من مناسبة أنه ضد الفساد أما شكون الشعب التونسي باش تبدأ واضحة لك الصورة من الطبقة المعنية وهم الناس اللي تخدم بالحق يعني اللي متمعشين من تهريب ضد والناس اللي تنتج والمؤسسات القائمة أصحاب مؤسسات أصحاب هم مضرين وعطوا تفويض لكن الحكومة تخاذلت لأسباب سياسية جميعا نعلم ارتباط منظومة السياسية بمنظومة المال الفاسد هاتي وثم تحقيقات على الأقل ثم شبهة كي لا نقول ارتباط وثيق ما دام القضاء يحقق في هذا الموضوع ثم قضايا منشورة حول ارتباط السياسي بالمال الفاسد فالحكومة في هذا الإطار لم تجد الشجاعة الكافية لتضرب بيد قوية على يد المهربين أن نختم المهرب والظاهرة انتشرت انتقلنا كيف ما كان يحكي الأستاذ من ما يقارب 20% في العشرية الأولى للسنة 2000 إلى ما يقارب 50 أو 55% تو لسبب بسيط لامبينيتي
غياب العقاب، لان انا نشوف في روح انا عندي سيد هذا عنده مليون دينار واكس عنده مليون دينار، هذا في الاطار الشرعي بعد عام يلقى روحه جاب 70,000 دينار بالكثير، الاخر في الاطار غير الشرعي يعملهم في فوات عام اثنين ثلاثه يصبر ثم يتوجه غايب عن الرقابه. يعني غياب الرقابه غياب دور الدوله، وهذا يراه لا مجتمع مدني ولا تحسيس ولا هم يحزنون، على الدوله ان تقف بحزم أمام هؤلاء الناس. طيب أنيس، فعلا على الدولة أن تقوم بدورها، خلينا نقول الحكومة أن تقوم بدورها، لأنه إذا كان احنا واعيين بهذه المشاكل، وهي مشاكل كثير اللي هو التهريب والفساد وكل ما يتعلق بالأشياء اللي فعلا بتدمر اقتصادنا وقاعدين نتبرك فيه، إذن لماذا نذهب إلى وإحنا مشاكلنا موجودة واعين بها، نذهب إلى صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأجنبية حتى تفرض علينا شروطها؟ لأنه الأيادي المرتعشة لا تفعل التاريخ. لأنه اليوم هناك قرارات من السهل جدا أن الدولة تفعلها، ولكن الدولة لا تقوم بذلك للعديد من الاعتبارات. أنا اليوم نعطيك مثال بسيط، معنا مغير ما ندخل في الأسواق ولا التجارة الموازية اللي بالمناسبة رو مناش نحكي على 50%، إذا لو كان ناخذ 50% رقم مهول جدا، الخبراء يعتبرون أنه في حدود 30% وقت اللي ناخذ معيار معدل، وهو معيار من يشتغل في القطاع الموازي. 30% من اليد العاملة ربما المنجة تشتغل في القطاع الموازي، وهذاك علاش نقولوا 30 وليس 50%، 50% هو رقم مهول. لكن هل تراجع هو مع الوقت مع السنين؟ لا لا لا, لا 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 لن يتراجع بطبيعة الحال، لأنه اليوم أنت كحكومة ماكش قاعد تضغط على القطاع الموازي، ولكن قاعد تضغط على اللي قاعد يخلص لك في الجباية. هذا هو الإشكال الكبير، شفناه في القانون المالية 2018، رجعنا نسبة الأداء المعالم الديوانية، وقت كانت المعالم الديوانية 0.20% رجعناهم 15.30%، وهذاك علاش يولي بطبيعة الحال هنا اللي يدفع في الجباية نتاعو معناها متقلق، وهناك منافسة غير نزيهة. فنعود نرجع لك، ربما هناك إجراء هو دفع الرشوة ربما أقوى من دفع الضرائب بطبيعة الحال. طيب مع العلم أن مقاومة التهريب مهمة أنه تقع على التفاح والبنان والكاكاوية، لكن اليوم احنا نشوفه في الشوارع كل يوم تتلفت تلقى حانوت مرسيدسات جديد، حانوت بيامات جديد. هذو السيارة 200,000 دينار ب 300,000 دينار، يعني التهريب يلزم يقع في كل المجالات. كان عندنا زرقون قالوا في الأولى منصف بيح صغير، بعد منصف بيح ضخم، الآن الزهروني، وفي كل حومة، في حمام لم، في كل المدن. نفهموا فيما يقال على أن الحيتان الكبيرة هذه والبانونات الكبار هم اللي مولوا الأحزاب أصلاً، ولهم بطبيعة الحال قرارهم في مستوى مجلس الوزراء حتى ربما. واللي حاب يعرف المعلومات يمشي للحماسة. صحيح. حاب يعرف المعلومات يمشي للحماسة في الليل. يقول لك راهو الريزوات كالعادة، اسأل اللي يجيبه في كرد البنان يقول لك الريزوات كالعادة. دونك تشدد ولا ما تشددش. فلذلك يلزم رؤية شاملة، تنقيس الضرائب. ولي الناس كل تدفع الضرائب، تسهل العمليات، وما نحط ونسب الامور، ما نقولوش الناس كل فاسدين ولا باش نعملوا اجراء باش نجيبوا فلوس الدنيا والدين. لا لا، ما نشك فيها عمليه، ولكن نتساءل النيه صادقه موجوده ولا بالكبير. النيه في في في, في تغيير الاوضاع موجوده ولا مش موجوده، هذا هو السؤال اللي يطرح دائما. اذا نختم هذا المحور ونذهب الى فاصل إشهاري ثم نعود لنختم بمحور الاخير.